في عندنا برضو جزء من الانفورميشن بروسيسنج بيبقى فيه بعض الحاجات اللي ممكن تبقى غريبه شويه بالنسبه للموضوع الاستيميشن والديسيجن ميكنج بالنسبه للهيومنز. يعني مثلا بيبقى عاده الهيومنز عندهم اوفر استيميشن اوف ذا ترو بروبابيلتي اوف ا لو بروبابيلتي ايفنت اند اندر استيميشن اوف ذا ترو بروبابيلتي اوف ا هاي بروبابيلتي ايفنت. يعني بمعنى يعني ممكن مثلا انا دلوقتي الناس اللي بيشتروا يا نصيب مثلا هي الحاجات اللي هي اللوتري، اوكي، المشكله ان هم عارفين ان البروبابيلتي بتاعتها فيري لو، وفي الوقت نفسه هو حاسس لا ده ممكن بالنسبه لي انا اكسب، فدي حاجه برضو بيبقى فيها اوفر استيميشن للترو بروبابيلتي بتاعت ايه، بتاعت ايفنت صعب جدا ان هو يحصل. اندر استيميشن اوف ترو بروبابيلتي اوف هاي بروبابيلتي ايفنت، زي مثلا الناس مثلا ممكن هي تبقى متاكده ان حاجه معينه هتحصل، يعني شخص مثلا عارف ان هو محلش في الامتحان، عارف ان هو فيري لايك ان هو يسقط، وبرضو ممكن يبقى عنده امل ان هو ينجح بشكل ما. فطبعا ممكن بعض الحاجات كده بيبقى برضو يبقى فيها الجادجمنت بتاعت الهيومنز ما بتبقاش يعني زي ما المفروض تكون. برضو نفس الكلام في الاوفر استيميشن اوف ترو بروبابيلتي اوف ايفنتس فيود از فيفربل اند اندر استيميشن اوف ترو بروبابيلتي اوف ايفنتس فيود از انفيفربل. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا مثلا اقول لك ان انا شكل مثلا يعني الفريق الفلاني هو اللي هيكسب السنه دي، يبقى احنا دايما بنقول اللي هيكسب بنسبه 99%، اوكي؟ برضه نفس الكلام لو قلنا ده مش هيكسب مثلا، يبقى معنى كده ده مش هيكسب بنسبه 99%. ده طبعا بيبقى زياده باكسجريت البروبابيلتي اللي انا بيرسيفد ان هي او فيود از ان هي فيفربل، وب اندر استيميت الحاجه البروبابيلتي اللي هي ايه شايفها انا ان هي ان فيفربل. وفي حاجه اسمها الجامبلرز فالاسي، دي برضو معناها ان انا الناس اللي هم بيبقى عندهم مشكله في القمار، يعني في الجامبلينج، هو عارف ان هو خسر وهو عارف ان نسبه ان هو يكسب ما هياش عاليه. يعني الناس اللي قاعدين على سلوت ماشينز مثلا اللي هو بيحط فيها فلوس وبيشوف اذا كان هيكسب ولا مش هيكسب، النسبه بتاعتها قليله جدا ان هو يكسب، ورغم كده هو دايما بيحاول، يعني قاعد بيحاول وعنده امل ان المره اللي جايه البروبيت هتكون احسن. يعني لو انا مثلا عندي ايفنت مش هيحصل غير واحد في الالف، كويس، المفروض ان هو لو انا عملته مره هيبقى واحد في الالف، لو عملته مرتين هيبقى يعني المره التانيه هتبقى واحد في الالف برضه، مش هتبقى مختلفه. الجامبلرز فالاسي دي معناها ايه؟ معناها ان هو متخيل ان هو عشان خسر كتير يبقى لاكي ان هو المره الجايه يكسب اكتر، اوكي؟ يعني بمعنى ان انا عشان انا خسرت مرتين ثلاثه يبقى انا لاكلي اكتر في المره الرابعه ان انا يعني اكسب عن الثلاث مرات اللي قبل كده، وده طبعا كلام مش مظبوط. ده طبعا يعتبر بعض الحاجات اللي فيها لابس اوف ايه اوف جادجمنت، ان انا عندي مشكله ان انا مش قادر اجادج الموقف ده بشكل ايه بشكل سليم، واشوف ان البروبابيلتي بتاعتي لكل مره من المرات اللي انا بجرب فيها دي اندبندنت، فمعنى كده ان هي ستيل برضو المره الاولانيه زي المره الثانيه زي المره الالف، فما فيش اي اختلاف بينهم. طبعا بيبقى في عندنا طبعا frequent lack of logic in human decision making، بيبقى في عندنا بعض الحاجات كده يعني ممكن الشخص يعملها وما يبقاش عارف هو عملها ليه وما يبقاش فيها logic actually، يعني ممكن يكون بيعملها كده يعني بشكل ما هواش فيه يعني تفكير يعني عميق بحيث ان هو ياخد القرار اللي هو المفروض يبقى فيه منطق. فدي برضو حاجة بتحصل للهيومنز كلهم، بيحصل عندهم نفس المشكلة. نفس الكلام بالظبط بيبقى عندنا مشكلة برضو بتاع avoidance of false alarms at all costs when it comes to safety related events. اوكي، يعني مثلا لو انا بقى عندي مثلا سؤال related ان انا مثلا يعني في disease screening dangerous disease screening result، لو انا كنت بتكلم على ان انا يعني بتكلم على ان انا يعني المرض دوت كان عندي simple therapy يعني له علاج بسيط، كويس، يبقى likely ان انا احط الاجابه بتاعتي ان هو عندي المرض ده. اوكي، لو انا كان عندي المرض عارف ان له painful therapy ده معناه ان هو العلاج بتاعه مؤلم وطويل، كويس، يبقى likely ان انا اكتب ان هو yes ان هو less yes، يعني ما اقولش كتير، يعني ما اقولش ان فعلا المرض ده عندي كتير. يعني بمعنى ان انا ببقى شايف مثلا ان انا لو جاوبت على السؤال ده بيس يبقى معنى كده في consequences ممكن ان هي تكون negative، يبقى معنى كده ما بكتبش yes كتير، يعني ببقى احاول انا avoid ان انا اكتب yes. اوكي، ويعني بحاول ان انا اتجنب ال consequences او العواقب بتاعت الحاجة دي باي شكل من الاشكال. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي هي موجودة في الهيومنز ولازم نحن ناخدها في اعتبارنا علشان برضو نبقى احنا فاهمين كويس قوي اليوزر نفسه بيأكت ازاي.